من المنتظر أن تستفيد 1500 امرأة يمثلن 150 تجمعا نسائيا من التدريبات التي سينظمها مشروع الكفاح ضد سوء التغذية لدى الأمومة والطفولة الذي أطلق رسميا من خلال هذه المناسبة تحت إشراف وزارة الصحة العامة والتضامن الوطني، وأن مؤسسة القلب الكبير هي الجهة المكلفة بتنفيذ المشروع، ويدخل ذلك في إطار برامجها الخاصة برفاهية الأم والطفل. وبهذه المناسبة قدمت الأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير حبيبة ساولبا كلمة أعربت فيها عن سعادتها حيال هذا الحضور الحاشد للنساء، وهذا يؤكد وعي المرأة الشادية بمدى خطورة سوء التغذية، وأن الدورات التدريبية التي ستنظم عما قريب ستؤهل المشاركات في مجال إنتاج وصناعة المواد الغذائية التي من شأنها مكافحة سوء التغذية. من جانبه المدير العام لوزارة الصحة العامة والتضامن الوطني إسماعيل بحر بشر أشار إلى أن صحة الأم والطفل تدرج في قمة أولويات أجندة الحكومة عبر وزارة الصحة العامة، كما أن سيدة البلاد الأولى رئيسة مؤسسة القلب الكبير هند ديبي إتنو تولي اهتماما كبيرا بصحة الأم والطفل، كما أن لها مبادرات عدة في مجال الكفاح ضد سوء التغذية.